السلام عليكم وحياكم الله متابعين ترو جيمينج في هذا الاستعراض الجديد لتلفزيون الـ LG C1، التلفزيون الأمثل لأجهزة الجيل الجديد من الألعاب، وبنقول لكم هذا الشيء بعد شوي، بس خلونا نركز على نقطة بالنسبة لي تهمني كثير ومرة منجذب لها، وهي نحف التلفزيون هذا. يعني تحس كأنك ماسك ورقة صراحة، نحف البانل حق التلفزيون كذا كأنك ماسك ورقتين A4 وحاطهم على بعض، وهذه سماكة التلفزيون. طبعا فيه طبقة من البلاستيك من ورا، هذه بتحتفظ فيها القطع الكهرباء حقت الـ HDMI، والقطع الثانية هذه بتكون اللي تقدر أن تشبك فيها المنافذ ومن هذا الكلام. هذه شوي بارزة من برا، بس لما تشوف التلفزيون نفسه وقديش نحيف، شيء جدا مرة مبهر. نرجع الآن للنقطة اللي ذكرتها في البداية، ليش هذا التلفزيون مرة هو التلفزيون الأمثل للاعبين حقين الأجهزة الجيل الجديد؟ وهذا الشيء لأنه فيه 4 منافذ HDMI 2.1. هذه المنافذ كلها بتقدر تشغل لك الألعاب 120 إطار أو 120 هيرتز و 4K، برضو فيها الفاريبل ريفرش ريت، وفيها الأوتو ليتنسي مود، والإي آرك. هذه كلها الإي آرك طبعا هذا خلينا نقول حق الصوتيات، لو تبي تشغل مثلا ساوند بار معين حتى تضيف عمق للأصوات اللي عندك في الألعاب أو مشاهدة الأفلام بشكل عام. فكل هذه الأشياء تخليه الأمثل بالنسبة لكثير من اللاعبين. والشيء الثاني هو حجم الشاشة. حجم الشاشة اللي عندنا هذه هو 48 بوصة، طبعا تتوفر بال 77 بال 55 وال 65، لكن 48 بوصة ميزة حجمها لهذا الحلو انك تقدر تحطها مثلا عند داخل غرفتك، كل المكان اللي انت تستعمل فيه الأجهزة وتلعب فيه بشكل كامل. وغير هذا الشيء انك تقدر تستعمله كبانل بس حق ألعاب، يمديك تشبك فيه على الكمبيوتر وتستعمله كمونيتر، لأن حجمه مو بكبير. فهذا الشيء بيفيدك كثير مثلا لو تبي تلعب ألعاب البي سي على 4K و 120 هرتز. فكل هذه النقاط تخلي التلفزيون هذا بالنسبة لنا يمكن أحسن تلفزيون مجهز لأجهزة الجيل الجديد، وجاهز يعني من ناحية التقنيات الرهيبة اللي فيه اللي تخليه بيكون مرة ممتازة لما تقدر تلعب عليه. شيء يهم اللاعبين كثير هو زمن الاستجابة حقت الشاشة، والـ LG C1 زمن الاستجابة فيها هو 1 ملي سكند، وهذا يعتبر أقل فترة للاستجابة من بين تلفزيونات الأولد اللي موجودة في السوق من المنافسين. والشيء الثاني طبعاً أن الشاشة تدعم الجي سينك وتدعم الفري سينك، وفيها قائمة الجيم أوبتمايزر اللي تقدر أنت تدخل وتخصص عليها على راحتك، أو تخليها بشكل أوتوماتيكي حتى التلفزيون نفسه يقدر يوزنها على اللعبة اللي أنت جالس تشغلها. مثل آخر تلفزيونات الجيل الأخير، التلفزيون هذا فيه معالج الـ A9 حق الجي اللي يعطيك مزايا مختلفة، مثل ميزة الـ AI Picture Pro اللي يمسك الصور ويعالجها ويبين أصغر التفاصيل على الصور، وبرضو إذا كانت الصور تتطلب مثلا مشاهد مظلمة يقدر يخليها داكنة أكثر أو الإضاءة تكون فيها واضحة على الشاشة. عندك الشيء الثاني اللي هو AI Sound Pro اللي بيمسك مثلا المشهد المعين ويعالجه ويعطيك الصوت المثالي له على الشاشة. برضو فيها ميزة ثانية اللي اسمها Auto Sound اللي بتخلي الشاشة نفسها توازن بين الصوت حق الفيلم وبين الأفلام المختلفة. يعني في مشكلة نواجهها كثير، مثلا لما تشغل فيلم تحصل الفيلم هذا الصوت فيه واطي، وبنفس مثلا تشغل فيلم ثاني تحتاج انك مثلا تقلل من الصوت لأن صوت الفيلم هذا عالي. فهذه الميزة انها بتوازن من ناحية الصوت حتى انك ما تقعد تضيع وقت تعلي وتقصر الصوت. طبعا الصوت هنا مرة ممتاز، لكن لو تبغى تضيف عمق أكثر للصوت عندك طبعا تشتري الساوند بار الخاص له. طبعا عندنا ميزة الـ AI 4K Upscaling اللي تمسك الصور أو خلينا نقول الفيديوهات اللي هي مو بـ 4K وتقدر ترفع من جودتها عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعا التلفزيون يدعم تقنيات زي الدولبي أتموس اللي تعطيك صوت محيطي رائع، والدولبي فيجن اللي بيمسك الصور ويعالجها بيخليها أفضل بأفضل شكل ممكن. لما نجي نتكلم عن المنافذ الموجودة هنا، مثل ما ذكرت فيه الأربعة HDMI 2.1، عندنا 3 منافذ USB-A، فتحة إيثرنت، ديجيتال أوديو، كل هذه الأشياء اللي أساسية اللي الواحد يحتاجها. طبعاً الواي فاي 5 عندنا، والبلوتوث يمديك تشبك عليها لهذه الأشياء حتى تقدر تستعمل الإنترنت وتحمل التطبيقات المختلفة. وهذا الشيء بيرجعنا إلى نظام التشغيل حق التلفزيون. نظام التشغيل اللي موجود عندنا هنا هو نظام الخاص حق LG. طبعا هذا الشيء ما راح يكون بمستوى اللي هو الاندرويد تي في اللي موجوده في تلفزيونات سوني، وما انت محصل طبعا التطبيقات المهوله اللي موجوده في نظام اندرويد، لكن النظام هذا مو بسيء وتحسن كثير على النسخه الماضيه، وفيه مجموعه من التطبيقات الاساسيه اللي خلينا نقول الاغلبنا نقدر نستخدمها مثل نتفليكس، يوتيوب، وتويتش، ومن هذا اشياء من هذا القبيل، مثل برضو ابل تي في ومن هذا الكلام. والاستعمال يعني فيها صراحه مو يعني معقد وواضح، لكن بتلقى فيها دعايات من فترة للثانية
وبيكون كل شيء لك واضح من الأساس يعني من برا. وهذا الشيء يرجع طبعا إنه حتى الريموت نفسه غيروا تصميمه وصاير تصميمه جديد بحيث إنه خلونا كيف أول كان كذا جاي منحني بشكل أكبر وغير مريح للمسكة، لكن الآن التصميم الجديد يعني مريح وصغروا فيه أشياء وصاير أوضح للاستعمال. فحطوا لك مثلا ديزني بلس، ديزني وجوجل أسيست، الأسيستنت وأليكسا كلها واضحة عندك تحت. وبعدين الأزرار هنا برا بسطوها، حتى العجلة حقتهم اللي بالاستعمال برضو صغروها وصارت أسهل أسلس وسريعة الاستجابة على عكس الريموت الماضي. فمثل ما شفت الريموت جدا جدا بسيط، والتصميم الجديد صراحة أنيق أكثر من النسخة السابقة. طبعا للي يسأل عن سعر الـ LG C1 هو بـ 5499 ريال، ومثل ما قلنا هذا تلفزيون ننصح فيه للشخص اللي بيحط التلفزيون ذا عنده في الغرفة ويبغى تلفزيون يدعم أحدث التقنيات اللي تشغل الجيل الجديد بأفضل شكل ممكن. فحطه عندك في الغرفة ويمديك تستعمل كمونيتر، لكن لا تخليك يعني لا تصير قريب مثلي مثل ما أنا جالس الحين، لا خلي المسافة بينك وبين الشاشة حتى تقدر تستفيد من الحجم وتحس وتقدره أكثر، لأنك لما تقرب تحس أنك ما يمديك تلحق تناظر كل شيء. إذا عندكم أي أسئلة تخص التلفزيون اكتبوها تحت وراح نرد عليكم مباشرة. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.